المرة اللي فاتت، رئيس ملوك الأرض بيعينهم. نختم بقى بدي: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. إيه القوة اللي عملت في الله الآب والابن والروح القدس إنه يخلينا ما نخافش من الموت؟ القوة اللي هي خلصتنا بدم المسيح، القوة اللي هي قدمت لنا المسيح فدية لنا، مذكورة برضو في إنجيل يوحنا مش رؤيا يوحنا. يقول إيه؟ هكذا رؤيا يوحنا 3:16 مشهور أو الآية: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. القوة هي قوة الحب، القوة هي قوة الحب، ودي أقوى قوة في الوجود. الشيطان عنده قوة تانية تودي جهنم من أوسع أبوابها، كان ليها أبواب، هي حفرة كبيرة في الأرض، يعني أعتقد هي نفس الكرة الأرضية دي، مليانة حطب، لأنه أنا بجيب ده يعني من الكتاب المقدس بالإضافة للعلم شوية. العلم بيقول إن فيها مواد لو تتحرق تحرق 7 كور أرضية معاها وإلى الأبد ما تطفيش خالص، فربنا مخصصها كده، وده المكتوب في الكتاب المقدس إن نفخة الرب تشعلها، مليانة حطب، حطب يعني منتظر الإشعال اللي هي الحاجات اللي بتتحرق دي، نفخة الرب تشعلها من العرش الأبد العظيم وهو يدين الأشرار، تروح النار تشتعل تجذب كل اللي بيحاكمهم المسيح يدخلوا النار الأبدية. آمين يا رب، آمين. هو ده يأتي مع السحاب، ده الطريق اللي يجي بها ربنا، وستنظر كل عين والذين طعنوا. ده في يعني تفسير مشهور، ما يعني مش داخل دماغي خالص، بيقولوا ده مش في مجيء الرب. ما هو إذا كان هو قال لك هو ده يأتي يبقى مجيء الرب، على 7 وستنظر كل عين، طب ما نشوفوش ليه؟ على الأقل لما نشوفه ونختطف ليه؟ بس شايفين حاجة، مش رايحين نختطف المجهول يعني. لا، يقول لك المؤمنين يشوفوا لك الخطاة، لا. طب وليه لا؟ الخطاة لما هيشوفوه تكون طريقة لتبكيتهم عشان يخلصوا، مش ربنا عايز كله تخلص. طب ما يشوفوش ليه؟ هيشوفوه تاني لما يجي يبطش، يعني مش طبيعة ربنا كده يعني. وهنا بيقول هو ذا يأتي مع السحاب، السحاب ده معناه المجيء الأولان اللي هو اختطافنا، احنا هنقابله فين؟ المؤمنين هيقابلوه فين؟ فهو السحاب، فمش جاي ديان، ده احنا هو جاي ياخد كنيسته، فالزفة دي هيشوفوها كل الناس، وستنظروا كل عين، الآية بتقول كده. والذين طعنوه يا نوح وينوح عليه، والذين طعنوه هيشوفوه، الذين طعنوه هيشوفوه، اللي هم الخطاة هيشوفوه، ونسلهم هيشوفوا، وينوع عليه جميع قبائل الأرض. ناس تؤمن، ناس ما تؤمنش، بعد كده الشيطان يخدع ناس، لا ما يهمكوش، لا منظر وخل الزبط، لكن اللي من الناس دي هيتبكت هيكون هو المؤمن اللي آمن في 7 سنين بتوع الضيقة، يعني بعد كده الضيقة على طول. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. يعني اللي بيملي الكلام ده ليوحنا هو الرب يسوع المسيح، إعلان يسوع المسيح ادهوله الله الآب يقوله ليوحنا عشان يوحنا يكتبه لنا. ندخل بقى في عدد 9 ده بتاع النهاردة: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمسة من أجل كلمة الله
ومن أجل شهادة يسوع المسيح. تعريفك إيه يا يوحنا؟ تعريف يوحنا بيعرفنا، بيقول أنا يوحنا مين؟ أخوكم يوحنا الرسول. أخويا أنا؟ أيوه. أمال يعني يكون أخو مين؟ ولا يعني يكون أخو مين؟ يعني أخو مثلا الصبي بتاع يوحنا؟ طب ما يوحنا أخو الصبي برضه. الكنيسة جسد واحد، رسل المسيح إخوة لكل أعضاء الكنيسة. الفكر ده ممحي من أذهان كثيرين، شايفين بقى الرسل دول فوق وإحنا تحت، عشان نوصل للرسل لازم نكلم ناس يوصلونا. من فضلك يا فلان أنت اللي معايا صلي لي، يا فلان أنت اللي مت صلي لي برضه، يا فلان أنت تشفع لي. هو إيه ده؟ يقول أنا أخوكم. ده يوحنا نفسه اللي كاتب أنا يوحنا أخوكم، ده الأكتر من كده. وشريككم، شريكنا في إيه؟ في الضيقة. الله، وأنت بتكتب كلام ده وأنت هنا ولا في السماء؟ لا وأنا معاكم، الناس ما طلعتش السماء، ده طلع بعدين السماء. ده أنا في جزيرة بطمس لأني مضطهد لأجل المسيح. مش قايل هنا بالظبط لكن مفهومة إلى حد بعيد. بيقول كده أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة، على التسعة، وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله. يعني من أجل كلمة الله اللي أنا بتكلم به، ما أنا بروح الناس بكلمه بكلمة الله، فلما بكلمه بكلمة الله راح سجنوني أو نفوني ودوني جزيرة بطمس. الجزائر دي زمان كانت مكان للنافي. القارة الأمريكية والقارة الأسترالية كانوا مكان نافي من حوالي 300 سنة، كانت بريطانيا تمتلكهم، دول كلهم كانوا إنجليز اللي بيحكموا البلاد دي، فكانوا عاملين القارتين دول للمشاغبين من الشعب الإنجليزي ويحكموا عليهم حكم واثنين وثلاثة مش عايزين يتأدبوا، فيروحوا شايتينهم بعيد، يركبوا سفينة تقعد لها كام شهر في البتاع كده وتيجي هنا ما ترجعش، خلاص محدش يقدر يرجع لأنه بعيدة قوي. فالجزر المشهورة دايما انها تكون زي سجن كده، بطمس كانت سجن من السجون أيام الإمبراطورية الرومانية. فقالوا له مش بعيد، مش بعيد. ليه؟ لأنك انت بتنادي بكلمة الله، كلمة الله احنا مش مقبولة عندنا، احنا بنادي بنيرون وبنادي بالبطاركة، دول قصدي اسمهم الامبراطوريات دي، ده امبراطور لازم يعبد. قال لا تعبد، امشي اطلع بره. غيره قتلوه، يعني بولس اتقتل، بطرس اتقتل، اغلب الرسل اتقتل. يوحنا ظهر يعني كان كلامه هادي شويه ولا ايه، قالوا انت احسن حاجه امشي. فهو شريكنا في الضيقه. طب هل يوحنا هنا قال لنا أنا يعني تعبان وقرفان لأن أنا في حتة ما عنديش حد خالص أتكلم معاه، والنطق باسم الرب أنا بيني وبين نفسي بس؟ واضح إنه لا تعبان، بالعكس العدد اللي بعديه على طول يقول كنت في الروح في يوم الرب. إيه ده؟ فرحان، فرحان جدا. ده هو شاف الرؤية دي وهو فرحان. طب ده بالنسبة لنا احنا بقى، يعني هو شريكنا في الضيق، واحنا الضيقة دي اللي احنا فيها دلوقتي في كنايس، ما كانش في كنايس جزيرة بطمس، وفي ضيقنا ده في مؤمنين حوالينا، وفي ضيقنا ده احنا بنخدم الرب ما حدش يقول لنا حاجة، وحتى في البلاد العربية بعضها بيتكسف، كتير منها بيتكسف بيسمح بخدمة للمسيحيين لكن ما تقربش المسلمين. ففين الضيقة دي بالنسبة لضيقة يوحنا؟ مفيش حد معاه خالص هناك مؤمن. أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة. طب إذا كان يوحنا ما تزمرش، أنا أتزمر على اللي أنا فيه. ده في أنا خناقات في كنايس، دي بلاوي سودة.
ازاي انا ما نجحتش في الانتخابات وده نجح؟ يتخانقوا هما الاثنين مع بعض؟ انتوا مصايب ايه هنا؟ ايه ده؟ انا يوحنا اخوكم في حته ما فيهاش اسم المسيح خالص الا في قلبي بس، وما اقدرش اتكلم بيها لان مش لاقي حد يسمع لي حتى. انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيق. بعد الضيقة يكمل جس الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح. أتاري اللي بيشتركوا مع بعض في الضيقة هنا في الأرض هم شركاء ملكوت الله في السماء. حاجة جميلة قوي، حاجة جميلة جدا. لما جاء الرب يتكلم عن مثل الزارع وقال هو ده الزارع قد خرج ليزرع فسقط بعض على الطريق وطور السمكة ده اللي ما أمنش خالص، لكن في سقط بعض الأرض المحجرة اللي هي ملهاش تربة كتيرة، يعني الشمس تطلع يتحرق الزرع ما ينتجش ثمر، ملوش جذور جوه لأن الأرض فيها حجر، فالحجر بيمنع جذر المزروع يدخل جوه الأرض، التربة يعني مفيش تربة كبيرة، تربة صغيرة أوي. فأول ما أشرقت الشمس احترق لأنه ملوش أصل في قلبه. فهنا دول الناس اللي بيقبلوا المسيح فجأة كده، فجأة سيبوا المسيح. يوحنا هنا ايه ده؟ انا شريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. ده الواحد لما بس يقرأ الآية دي يتكسف جدا، يتكسف جدا. مين فينا في وضع زي يوحنا؟ ولا حد منكم ولا أنا، ولا أنا كمان. احنا عايشين مع في كنيسة وفيها أسر وبنمارس مع بعض الترنيم وبنلابس مع بعض العبادة وبنمارس مع بعض الصلاة، وفي حتى مكان نصلي فيه. زمان ما كانش في مكان يصلوا فيه، بيصلوا في بيوت، مكان يجمعنا، ده في حتى تكييف يهيئ لنا الجو وفي بيبان وفي ايه هو ده؟ ده احنا في عز ما شافوش حد. صحيح من الدقايق دي مصيبة، ده عشان ده ما سلمش عليا، ولا ده مش عارف عشان ده ما احترمنيش. يوحنا يقول ايه شغل العيال اللي عندكم ده؟ معاك حق يا يوحنا، مش بتكلم عن الكنيسه دي، بتكلم عن الكنائس عموما. يعني ده الشركه في الضيق بتبقى هي شركه في ملكوت يسوع المسيح. طب ملكوت يسوع المسيح يعني ازاي؟ المسيح هو رب الملكوت، هو رأس الجسد، هو الملك، هو ملك الملوك وهو رب الأرباب. إزاي اقتنى هذا المركز الرهيب؟ يقول لك بصبره في ملكوت يسوع المسيح وصبره. طب احنا عندنا صبر قد ايه؟ مش فاكر اخ اسمه ايه، مش فاكر اسمه خالص، انا ما اعرفش اصبر خالص، انا ماليش في الصبر ده خالص. تبقى كارثة في حياتك بس إن كنت مؤمن، ربنا هيبهدلك عشان تتعلم الصبر. عندك صبر دي كارثة. إحنا شركاء صبر المسيح مش صبر أيوب، صبر أيوب ده كان للعهد القديم. إحنا شركاء صبر المسيح. فالشركاء الرب يسوع المسيح شركاء في الضيقة، شركاء في الملكوت، شركاء في الصبر. ويوحنا بيقولها بنعمة إلهية، يقول أنا يا جماعة أخوكم في الحكاية دي. طبعا الجماعة بتوع كنائس السبعة مش في الضيقة دي، في ضيقة تاني بس مش في درجة النفي، يعني النفي أصلها رهيبة جدا. لكن النفي ده وقتها كان مرعب. يعني أنا أشكر ربنا أن ربنا أداني عم جدي اتنفى، وربنا شرفني بالنفي، بس نفوني جيت فين؟ أنا جيت أمريكا، منعوني من دخول مصر، كنت رايح السودان، بعد كده ما عرفوش عني حاجة، السودان دعوني أمريكا. طبعا ده نفي لذيذ ولا وحش ده؟ أنا لو كنتش جيت أمريكا كنتش أشوف جيسيكا، كان زماني هناك بيضربوني في السودان ولا رفيق. يعني
يعني حتى النفي هنا في العالم مش وحش، لذيذ. بالله يا اخوه بنتكلم معاهم، لكن ده في حته بي خالص. ودي هنا نقطه مهمه جدا، هل يلزمك يا مؤمن لكي تعيش في الروح، تتلذذ بالروح، هل يلزمك المسيح يسوع بلس ولا المسيح يسوع نقطة؟ نقطة يعني بالإنجليزي، حد يعرفها؟ بيريود؟ أي بيريود. هل يسوع المسيح بلس ولا يسوع المسيح بيريود؟ دي مهمة جدا. قالها أساف، ده نبي في العهد القديم وتلخبط من سلامة الأشرار وبتاع، وكان تعبان وروحه مرة، في الآخر قال كده: معك لا أريد شيئا في الأرض، أنت كفايتي. لأن ممكن ربنا يجربنا تجربة بحيث مفيش حد مؤمن معنا، هنعمل إيه؟ ترتيب النفس، مش أنت معايا؟ الموضوع انتهى بالنسبة لي خالص. مش انت معي بالظبط؟ يوحنا كده، يوحنا مع الرب، الموضوع خلص. لا، التاني أساف مش يوحنا، لا أريد معك شيئا على الأرض. في ناس كتير تبقى مع ربنا طول مع الناس بتوع ربنا اللي هم بيخدموا معاهم، بيكرموهم وينعموا عليهم كده ويساعدوهم، ويعني لكن لو حد ما يعني تصور حتى ان واحد قال عليك الموحشة تبقى كارثه، يبقى ساب المسيح وساب الكنيسه، كلام فارغ، ده مش مؤمن حقيقي، ده مؤمن اللي هو ايه، ليس له تربه، اي حاجه الشمس اسرعه جه الضيق امشي امشي، ارمي الكنيسه اللي بعيد وارمي الرب ده بعيد. احنا في هنا في الدنيا دي موضوعون للصبر، موضوعون للضيق، موضوعون لهذا. أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح. ياسا، أنت في الروح وأنت في الجزيرة دي؟ كنت في ايه في الروح؟ يعني وصف صعب جدا، يعني اللي بيجي اختبر يقول لي، لكن وصف صعب. كنت في الروح، اي الروح حواليا وانا جواه، كنت في الروح، كنت في الروح. الروح ده روح القدس، ده على طول بيفكرنا بميلاد المسيح. جبريل قال لمريم ايه؟ الروح القدس ايه؟ يحل عليك أو حادل علي وحن. كنت في الروح في يوم الرب وقوة العلي ظللك، ده عن مريم عشان الولادة، لكن ده شخص روحي. يا سلام عليك يا يوحنا، يا سلام عليك. كنت في الروح في يوم الرب وابتلت بالرؤية وسمعت ورائي، صوت جاي من ورا. لما جي لك من قدام، لا هو جالي من ورا لأنه مكتوب كده، مكتوب في العهد القديم، كل حاجة بتحصل مكتوبة في العهد القديم أو في العهد الجديد بالنسبة لنا احنا، يا كده يا كده دي بتحصل لنا. إيه المكتوب في العهد القديم يا يوحنا؟ يقول لك: وسمعت كلمة من الخلف أو صوت من الخلف يقول لي: هذه الطريق اسلكوا فيها. بيجي الكلام من فين؟ من ورا. يعني من ورا؟ يعني انا ماشي في سكتي مسلمها لربنا، قال يا ربنا ارشدني من ورا، لانه هو مفروض للمؤمن انه يقول جعلت الرب امامي في كل حين، يكون قدامه، فانا مش شايف بالظبط قدامي ايه، لكن بطلب، فيقول لي هي دي السكه او هي دي السكه، يرشدني من ورا ومن قدام، زي ما أنا زي الوضع بتاعي بالظبط، لان الله معي. ان كان الله معنا ممن نخاف؟ الله معي، ممن اخاف؟ يقول لي سكه اللي يمشي قدامي، او يقول لي من ورا روح كده تعالى كده، زي البتاع اللي بيبوظ كتير ده بتاع العربيات ده، لسه بايظ معانا امبارح،
انا يتوهنا فاتت مراتي قفلته، انا ما عنديش زيه، مش عايزه خالص، ما بفهمش فيه. فاتت مراتي قفلته خالص، ولا هيتوهنا خالص. فوصلنا لما قفلناه، لكن ده العكس. المسيح تقفل المسيح طلوس تقفل صوت المسيح ليك وهو بيقول لك تمشي ازاي، تبقى هتو. وسمعت ورائي صوتا، ده مش صوت هادي يعني، صوت كده رقيق ولا صوت خفيف صوتا عظيما كصوت بوق. ايه ده من وراه؟ فعلى طول تبع يوحنا انتبه جدا، صوت بوق بوق بوق، ده رهيب جدا من ورا، قائلا انا هو الالف والياء. الأول والآخر. كان نفسي أعرف إيه اللي حصل يوحنا لما سمع صوت البوق، لكن لأن الرب عايز يكمل الكلام ما قالوش. أنا متهيألي يترمى على الأرض، هو مترمى على الأرض لما شافه، يترمى على الأرض يتلبش في مكانه كده عشان يسمع كل كلمة، صوت بوق من وراه. فقعد منتبه جدا بحيث كتب كل كلمة بالظبط بالترتيب. أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، الألف والياء هي الأول والآخر. الألف والياء بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للكلام، مش كده برضو الكلام؟ فروم إيه تو، بالإنجليزي تو إيه؟ تو إل مثلا؟ أوميجا ده اليوناني، طب والإنجليزي؟ فروم إيه؟ نعم؟ يس. وفي الأحرف فروم إيه تو إيه؟ ولا تقل؟ أستنى اسمي لطيف فبتقل بالنسبة لنا، ما اسمعش الباقي. في ناس تعمل كده، مش بضحك صدقوني. حتى اللي اسمه أنور إيه يبقى تو من فروم إيه تو إيه، ما اسمعش الباقي خالص، ما اسمعش ولا كلمة إلا إيه بس، وإن أنا حاسمع شوية كلام. فروم إيه تو زي، ما فيش كلمة تاخدها بغير ما يكون المسيح نطقها. الأول والآخر ده عن الكلام. أنا هو فين؟ أيوة، الألف والياء عن الكلام، متأسف. الأول والآخر عن إيه؟ عن الزمن. الزمن يعني إيه بالإنجليزي؟ تايم. مفيش تايم بغير يسوع. ده إيه ده؟ صدقوني هي الحقيقة كده. أي تايم بغير يسوع خسارة، لأن ربنا إداك التايم ده عشان تربح بيه للحياة الأبدية. التايم اللي احنا عايشينه هنا مش قليل، بلاش آخد التايم بتاعنا، آخد أصغر واحد فيكم. مين أصغر واحد فيكم؟ مين؟ إيمان عدلي أكيد، مش كده؟ طيب جاني ولا جيسيكا ولا احنا يعني أنتوا شوية كبار الباقيين. ها؟ صحيح؟ الكميلة دي؟ طيب عندك كم سنة؟ مش عايز أحد الناس تعرف الأسرار يعني. 20؟ لا 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 لا، شيلي صفر من 20 يبقى 2 بس. 20 سنة، ها موافقين؟ السنة فيها كم يوم؟ 365، كل أربع سنين في واحدة بتزيد. 365 في 20 يبقى كم؟ 365 نحط نقطة، يبقى 3650 في 2 يبقى عاشت 8000 يوم وشوية لغاية دلوقتي. طيب دي في ايه؟ في الأيام. طب في الدقيقة 60 تاني، أو في الثانية 60 تاني. التايم very precious. كم ثانية قضيت للرب وكم ثانية قضيت بعيد عن الرب؟ طبعا هي كلها للرب، لكن أنا لا. التايم ده كارثة.
التايم ده بيتكلم عنه او الوقت ده بيتكلم عنه كتاب مفتدين الوقت، اشتريه ما تضيعوش منك. اشتريه يعني ايه؟ يعني اشتريه انك اقتنيه مكسب ليك، اشتريه خده خده معاك في الابدية، مش ضيع الف دقيقة في كلام فارغ. المسيح هو الالف والياء الاول والاخر. للأسف الشيطان يقول لك ايه يا راجل، بطل بطل الهبل ده، هتعيش كل وقتك المسيح، ماليش وقت كده للسرور. دي كارثة الكلام ده، ما فيش وقت للسرور. امال الوقت مع المسيح ده شكله ايه يا جماعة؟ اللي كنتوا عايشين ايام المسيح كان المسيح بيقعد معاكم 3 ايام يوعظ، زهقتوا كام يوم؟ زهقنا ده مش عايزين يخلص، 3 ايام ما بياكلوش، لان الكلام كله من فم المسيح، بناكل كلامه هو الاشفق عليهم. قال الان معي 3 ايام ما كلوش، لازم ياكلوا، بغيره بغير ما قال كده ما كانش هياكلوا، هيستمر يتكلم تاني يوعظ تاني. مفيش احلى من العيشه مع المسيح، ومفيش اقذر الا من دقائق ناخدها من المسيح ونسلمها للشيطان. المسيح هو الأول والآخر، بداية والنهاية، الألف والياء. هل هذا هو حالنا؟ مفروض يبقى هذا حالنا، مفروض يبقى هذا حالنا. أما لو كان ده حالنا لن تتخيل الأبدية بالنسبة لك شكلها ايه مع المسيح. لزق كده على طول، لزق فيه على طول، لأنك مشيت وراه بالظبط. في يوحنا هنا بيقول أنا شريككم في الضيقة. طب ضيقة المسيح ده شكل إيه؟ ولا مليون من ضيقة يوحنا. إيه ضيقة يوحنا؟ هو عايش بياكل، حتى إن كان بياكل عشب أو بياكل، ما هو قعد سنة كذا سنة ما يموتش. لكن المسيح ده حمل خطايانا كله على الصليب، هو أصل الضيقة. المسيح أكبر ضيقة في الوجود حملها الرب. ومرة ربنا تعجب من حاجة إحنا بنتعجب عكسها. تعجب من إيه؟ يقول لك كيف تؤمنون وأنتم تطلبون مجد بعضكم من بعض؟ الذوق البشري، الذوق الإنساني، عشان تكسب الناس ما تكونش فالجر كده، كنش وحش، فتجامل كل واحد، تجامله. يعني شفت واحد مثلا بيخرف، يا سلام على حكمتك كده مجاملة يعني، وانت عارف بيقوله تخريف. شفت واحد غضوب، يا سلام على صبرك، وانت عارف العكس. كل ده لما هنوصل فوق هنتحاسب عليه. طب نقول له كده على طول؟ لا، مش مبسوط تقول له كده على طول، المفروض توصل له صدق المسيح، تقول له مثل، تقول له كلمة، تقول له اختبار. بولس كان بيستخدم اختباره كذا مرة، بحيث تقدم له رسالة المسيح للإنسان ده بحسب مشورة الله ليك. لكن احنا نمدح بعض ونكلم بعض ونمجد بعض ومستنين احنا نؤمن، ما ينفعش الإيمان مع الهيصة دي. كيف تؤمنون وأنتم تطلبون مجدا بعضكم من بعض؟ ايه ازاي يعني؟ ما ينفعش. لكن المجد حينما أكون شريك المسيح في ضيقته، حينما يملك المسيح على وقتي، يملك على حياتي، يملك على كياني، ملك بالكل يبقى ليه الكل، ملك بنسبة معينة، بالنسبة دي أنا حوصل فوق، أخذ نفس النسبة فوق، 50% 70% 30% 1%، كله حيخرج ده الآمن، بس درجته تختلف عن التالي. أنا هو الألف والياء، مفيش كلام إلا بيا، أوعى تتكلم كلمة ما قلتهاش، الأول والآخر، أوعى وقتك يضيع، لأن أنا مالك وقتك من يمين من هنا لهنا، عشان أكللك، عشان أكللك. والذي تراه، شوفوا ربنا بحنانه ورحمته ورأفته، والذي تراه أكتب في كتاب، اكتبه.
اكتب ده تكرر مش كتير في الكتاب، ان الكاتب يقول، ما ده اللي هنا ده يوحنا اللي بيكتب، يقول ده هو قال لي اكتب. بقيه الرسائل الروح القدس ساق المؤمنين يكتبوها برضه من الله، بس ده امر الهي اكتب، قالوا لموسى قبل كده اكتب في كتاب، وقالوا كذا حد مش كتير قوي، لكن الباقي اتكتب بالروح القدس. الروح القدس في داخل الانسان خليك، ده مظبوط حلو خالص طبعا، كل الكتاب موحى بها من الله، لكن امر بكتابه الكتاب مهم جدا الكتب، لان ربنا عايز يعرفنا النهايه ايه بالظبط، لان ربنا مش عايز واحد يقول له انت ما كتبتليش الكلام ده، كتبته لك وامرت يوحنا ان يكتبه، اكتب انت يا يوحنا اكتب في كتاب، وابعت الكتاب وارسل الى السبع الكنائس. رقم سبعة هنا ده مشهور خالص، ده رقم الكمال في الكتاب، رمز، رمز للكمال، لان المسيح له سبع ارواح الله، ومذكور كتير في سفر الرؤيا جاي هنقرا عنه رقم سبعة ده. اكتب في كتاب وارسل الى السبع الكنائس التي في آسيا. ايه آسيا فين دلوقتي؟ آسيا مش آسيا، دي آسيا، آسيا دي اللي هي تركيا، والسبع الكنائس في تركيا، ودي بولس راح زارها، راح آسيا دي، ولما نفتح الكتاب على الخرائط اللي زارها بولس نلاقي اسمها آسيا، فيها غلاطية وفيها كبدوكية وفيها أفسوس وفيها حاجات من فيها فيليبي دي في مكدونية، يعني السبع كنائس دي شوية منهم زارهم بولس الرسول، لكن السبع كنائس دي يقول المفسرين قول ممكن صح غلط مش مشكلة، بيقولوا إن يوحنا خدم فيهم ممكن اعتبره عارفهم يعني، لكن برضو مش لازم، ربنا قال له اكتب للسبع دول كتب، مش لازم يكون عارفهم مين يعني، لكن احنا في بعض الكنائس هنا بنقدر نفسرها لما نشوف بولس لما زارها قال عنها ايه، لان احنا ما عندناش فكره يوحنا زار ايه بالظبط، ده تخمين تفسيري ان هو زار الحته دي. وطبعا تركيا عملت يعني عمايل، بس دي عملوها ناس يعني كده حديثين، ما فيش ضمان انها صح، يقول لك دي مقبره يوحنا، دي مش عارف دي ايه، دي ايه ده، هنا جه عمل ايه ده هنا، طبعا كلها للسياحة يعني، لكن ما فيش حاجه مضمونه خالص، المضمون بس هو الكتاب المقدس. الى افسس ودي اول كنيسه، والى سميرنا ثاني كنيسه، والى برغاموس ثالث كنيسه، والى ثياتيرا، والى ساردس، والى فيلادلفيا، والى لاودوكيه. هنا طبعا هنختم الدراسة النهاردة، لأن اللي باقي ده عايز له إيه وقت تاني خالص، بس هنعمل يعني دراسة شوية كده أعملها في البيت. كام كنيسة من الكنائس السبعة دي زارها بولس الرسول؟ ما أنا هندرسها، كل واحد يدرسها في بيته، ونيجي المرة الجاية ونقول الشواهد، بولس راح فين؟ ناخد ده كله في سفر الأعمال، سفر الأعمال بيقول لنا بولس راح فين راح فين راح فين راح فين. فالكنائس اللي زارها بولس الرسول هنيجي نحددها، انا ما حددتهاش لسه، انا ما اعرفهاش، فانا بعتمد عليكم انتوا تعرفوني اياها، بحيث نعرف الكنائس المخصصه اللي زارها بولس، هناخد تاريخها من الاعمال، وناخد كمان في سفر الرؤيا اتقال لها ايه. وربنا يبارككم الحقيقه، ربنا يبارككم وينعم علينا بدراسه طيبه لسفر الرؤيا. مجد للرب. مين اختار لنا بقى الترنيمة الختامية؟ ما اجيش عندك 20 سنة؟